سوميسان زغنونا يادو يانو مدني حجازي أبويا مشاكل ما نبغى، خش بعقلك وبأدبك. اللي بعده ايش نسوي في المنتدى ده يا اخي؟ مواضيع كلها مستهلكة، اكيد ايش رايك يا اخي؟ ما ادري ايش يعني، انت ايش تبغانا نسوي يعني؟ ورينا يا ساحر دحين تجيب لي الحل. الحل لقيته، بكرة في اجتماع تجيب التفاصيل. اطفحوا خلصونا، هذه بسبوسة الصابرة. بسبوسة؟ فين البسبوسة؟ هات وصلة خلينا نجرب. وسمعنا خطتك انت يا فالح. الفكرة انه نروح منتدى تاني ونفشخ مواضيع برضنا قص ولصق. دحين انت تروح تشوف لنا حل في الموضوع ده. برضو انا وعشان أمه اليوم تعبانة، فرصة إنكم تدوقوا القادو قادو من إيد سيد الغنادير. نجيب حبتين بيض وكرنب وبطاطس ولحم شوية ملح وشطة وكزبرة. احنا في طريق اشد.